السلام عليكم، أنا الدكتور محمد عادل حديدي، أستاذ الطب النفسي وعلاج الإدمان بكلية الطب جامعة المنصورة. في لقاء سابق كنت اتكلمت في حاجة مهمة جدا، وهي علاقة التوتر النفسي والقلق بالمناعة عند الشخص، وضرورة إن احنا نبقى بعيدين عن القلق، لأن القلق ده ممكن يخلينا نخسر والمناعة بتاعتنا تضيع بشكل خطير جدا جدا جدا. وكمان اتكلمت وذكرت ان احنا لغاية هذه الوقت في لغاية هذه اللحظة مفيش عندنا اي علاج دوائي ولا علاج تطعيم ان هو يقدر يخلينا نتغلب على الفيروس كورونا اللي بيواجهنا حاليا كلنا، والاعتماد كله هو على رفع المناعة، وان القلق كان واضح حسب ما انا شرحت في لقاء قبل كده ان هو القلق والتوتر هو اول حاجة بيهد جهاز المناعة بالنسبة لنا، وكمان ان احنا لو قدرنا ان احنا نتغلب على القلق والتوتر ونستخدم طرق سليمة، ده ممكن يرفع جهاز المناعة بتاعتنا اللي هو السلاح الوحيد اللي عندنا دلوقتي في مواجهة فيروس كورونا. عشان كده اهم حاجة عندنا دلوقتي، ومن الملاحظات اللي احنا شايفينها ومن الارقام اللي احنا شايفينها، ان الناس اللي عندهم مناعة ضعيفة هم اللي اكتر ناس تأثرا بفيروس كورونا، بينما الناس اللي عندهم مناعة قوية هم اكتر ناس تقدر تعدي هذه المحنة بسهولة ونجاح ان شاء الله. طب ايه الخطوات اللي احنا بنعملها عشان نتغلب على القلق والتوتر؟ اول خطوة هي اول حاجة الالتزام بالروتين اليومي. يعني ايه الروتين؟ الروتين مش حاجة معناها ملل كتير بنستخدمها بمعنى خطأ، ولكن الروتين هو النظام اليومي. يعني احنا دلوقتي لما حصل دلوقتي وقعدنا في البيت، كل واحد كان قبل موضوع فيروس كورونا كان ليه مواعيد معينة ثابتة للنوم، مواعيد معينة انه بيصحى فيها، مواعيد معينة بياكل وجباته فيها الـ3 وجبات، مواعيد معينة كان بيذاكر فيها او بيقرأ فيها، مواعيد معينة كان بيعمل ليها أنشطة مختلفة. دي بتختلف من شخص إلى شخص. مع دخول فيروس كورونا كتير مننا أدى إلى نوع من أنواع الإهمال في هذه المواعيد، في إهمال في هذه الأمور، ودي تعمل ربكة في الجسم كله. لو إحنا رجعنا تاني حافظنا على المواعيد بتاعتنا وثبتناها في المواعيد العادية بتاعتنا والتزمنا بالروتين اليومي الطبيعي بالنسبة لنا، الجسم بيبدأ يشعر بنوع من أنواع الاستقرار، وده بيرفع مناعته في مواجهة القلق والتوتر، وبالتالي بيرفع المناعة وبنقدر نتغلب على كتير من الأمراض. النقطة التانية هي فلترة الأخبار. ربما إن إحنا مش عندنا قدرة إن إحنا نتحكم في الفيروس ولا في تأثير الفيروس ولا انتشاره، لكن ممكن نتحكم في الأخبار اللي بتجيلنا. الأخبار بتجيلنا كمية كبيرة جدا من الأخبار حاليا في الميديا، في الواتساب، في الفيسبوك، في كل شيء أنت بتفتحها، تفتح التلفزيون بتلاقي أخبار. اللي أنا عايز أقوله إن الأخبار دي كلها مهم جدا إنك تبقى عارف وداري، بس كتير من الأفكار دي عبارة عن إشاعات، وكتير منها أخبار خاطئة. فللتغلب على ده كده بنكتفي أبدا بإن إحنا ناخد مصدر واحد بس موثوق فيه، والمصدر ده نلتزم بيه، زي منظمة الصحة العالمية، زي منظمة مكافحة الأمراض والأوبئة الأمريكية، زي وزارة الصحة المصرية. وديت من المواقع، في منها مواقع كتير جدا باللغة العربية ممكن أي حد يخش عليها وياخد من المصدر المسؤول بس، وياخد المعلومات السليمة، على اساس ان هو ما يقعدش كل شويه يسمع خبر جديد يتوتر يقلق يتعب. كتير مننا الاخبار دي لو لاحظتوها هتلاقيها كلها تقريبا تكرار متكرر لنفس الاخبار، وبالتالي مفيش اي فايده هتستفيد منها لو قريت نفس الخبر اكتر من مره، غير ان انت تتوتر وتقلق جدا وتتعب جدا، وده هيأثر عليك سلبي مش هينفعك، لان التوتر زي ما قلنا بيأثر على جهاز المناعه. حاجه الثالثه هي اتباع القواعد التوجيهية الإرشادية السليمة. بالعزلة، ان انا اعزل نفسي، مخرجش مع الناس كتير، اقلل الجلوس بالمنزل عشان اقلل ده. كمان لو خرجت لازم ان انا اغسل ايدي بشكل متكرر، واسيب بالمية والصابون في كتير في الوقت. كمان ان انا احاول ان انا ما احطش ايدي على وشي، على مناخيري، على بقي طول ما انا بالخارج بالذات، عشان اقلل من نقل العدوى.
الحاجة كمان العزلة، المسافة الاجتماعية، إن أنا ما أكونش قريب جدا من الشخص، يعني كفاية على الأقل بينك وبين قدامك أي واحد بينك وبينه مسافة ما تقلش عن متر، من متر لثلاثة متر، وده الحاجات دي كلها بتساعد على غسيل وتطهير الأسطح كلها بالكلور والمخفف، ودي كلها حاجات بتحافظ على الشخص من العدوى وبتقلل فرصة إن هو يتعدى، وكمان بتخلي الشخص يحس إن هو عمل اللي عليه، وإحساس إن أنا عملت اللي عليا وخدت بالاحتياطات الواجبة تجاهي ده بيقلل بشكل كبير جدا من التوتر، ولما يقل التوتر بالنسبة لي هحس بنوع من أنواع الأريحية، وده هيرفع مناعتي في مواجهة الضغوط. النقطة الرابعة هي الاستمتاع بوقتك. مش معنى إنك قاعد في البيت إن أنت قاعد محبوس، لا، حاول تنتهز الفرصة دي إن أنت ممكن تبحث في الحاجات اللي انت كنت بتحبها زمان ودلوقتي ما كنتش بتعملها نتيجة انشغالك في الفترات اللي قبل موضوع فيروس كورونا. ممكن كتير مننا كان ليه هوايات معينة زي انه يرسم، انه يعزف مزيكا، انه يقعد يلعب لعب معين، فرصة انك ترجع تعمل ده. القراية مفيدة جدا، بالذات انك تقرا في مواضيع خارج مواضيع الفيروس كورونا، ودي اكيد هتساعد ان انت تنمي نفسك وتنمي دماغك بشكل ايجابي وتبعد عن ده. قراية القرآن والتقرب إلى ربنا ده أكيد برضك من الحاجات اللي بتساعد بشكل كبير جدا. بمعنى جلوسك في البيت لازم تستفيد منه وتستمتع بوقتك أكتر فترة ممكنة، ده هيساعدك بشكل كبير جدا ويدي نتيجة إيجابية بشكل كبير جدا. النقطة الخامسة، التواصل الاجتماعي. المطلوب مننا أننا نتواصل اجتماعيا وليس تواصلا جسديا. أنا عارف إن إحنا كتير مننا متضايق من قعدته في البيت، لكن ده حاجة للحماية بتاعتنا، بس ده مش معناه ان انت ما تتواصلش اجتماعيا مع الناس. يعني ممكن تتواصل عن طريق التليفون، تتصل بحد تكلمه، تعمل فيديو كول، تصور، تعمل مكالمات على التليفون. البشر كلهم مخلوقات اجتماعية، لكن الوجود في البيت لوحدك والعزلة بيزود الضغط عليك ويوترك. كونك ان انت تتواصل مع الناس، تتصل بيهم، مش بس تواصل، احنا عايزين نزود التواصل. لو كنت بتكلم الناس مرة في اليوم، حاول تتكلم مرتين، تتكلم ثلاثة. لما تتواصل بالفيديو كول مع الاشخاص اللي انت بتتواصل معاهم ودايما كده، هتحس ان هم قريبين منك، ده ذات نفسه بيقلل من التوتر والقلق بشكل كبير جدا. كتير كمان من العمل التطوعي والصدقات، وانك تطلع صدقة او انك تعمل حاجة عن طريق الدعم الانترنت للمجتمع، وممكن تدفع فلوس على الانترنت تساعد الناس، ده بيخلي الواحد يشعر بنوع من أنواع الاستقرار والأمان، لأنه بيحسسه إنه بيعمل حاجة إيجابية، والحاجات الإيجابية بتخلي الواحد نفسيته تبقى أحسن. محتاجين كلنا ما ننساش الأكل والنوم جيد، لازم ناكل بشكل كويس والأكل جيد، عشان ده بيرفع من المناعة بتاعتنا، يخلي الواحد يكون عنده الغذاء المناعي بتاعه يبقى أحسن. لما تاكل أكل صحي فيه فيتامينز كافية، فيتامين سي، فيتامين دي، والحاجات دي كلها بتساعد من المناعة بتاعتنا. في المقابل كمان النوم، المناعة، جهاز المناعة بتاعنا ما بياخدش راحته إلا إذا الشخص نام على الأقل فترة ما تقلش عن 8 ساعات. عشان كده أنا محتاجين إن إحنا ناكل بشكل كويس وننام بشكل كويس، عشان ده نحافظ علينا ونرفع جهاز المناعة عندنا. مش معنى إنك تنام إنك تنام معظم الوقت طول اليوم تبقى نايم، لازم يكون في عندنا أنشطة رياضية بنقضيها في البيت. كن نشيط، يعني تتحرك في البيت، تمشي، تبذل رياضة. الرياضة مهمة جدا عشان ترفع المناعة بتاعتنا وتقلل التوتر وتقلل القلق. لو مارسنا الرياضة بمقدار 10 دقايق يوميا ده هيساعد. ده ممكن ده عن طريق ان انا ممكن اعمل سويدي، اعمل تمارين بطن، تمارين ضغط، اجري في المكان، اتحرك في الشقة بتاعتي بشكل كبير. في عندنا كتير مننا عندهم اجهزة من زمان ما استخدموهاش، زي تريد ميل، المشاية، العجلة، الحاجات زي كده، دي اجهزة فرصة انك تستخدمها دلوقتي، هتنفعك وتخلي صحتك احسن وتقلل من التوتر والقلق اللي انت ممكن تحس بيه، وبتساعد في رفع المناعة. لازم يكون عندنا تفكير إيجابي. التفكير الإيجابي معناه إن أنا لازم أفرق ما بين حاجتين رئيسيتين. كتير مننا بيجيلنا أفكار سلبية، أفكار سلبية إن أنا ممكن أعيا. لازم تاخد بالك في فرق ما بين إن أنت ممكن تعيا وإن أنت فعلا عيان. ممكن أعيا دي كلنا معرضين ليها، لكن أنا فعلا عيان دي حاجة تانية. عشان كده أنت لازم ترفع من روحك المعنوية، تدي لنفسك الثقة. مش معنى ان انا فكرت ان انا ممكن اعيا استسلم واقع وانهار، لان ده هيهد مناعتي بشكل كبير جدا. لا، انا باخد احتياطاتي واتعامل بشكل ايجابي، مش عشان ان انا استسلم للتفكير ده. هحتاج او نحتاج كتير مننا لنوع من انواع الاسترخاء، وفي كتير من التمارين اللي بتساعد على الاسترخاء. ابسطها عشان الامور تبقى سهلة عننا كلنا، انك تقعد في وضع مريح، تغمض عينك، تاخد نفس بشكل عميق، تركن، تكتم النفس ده لو تعد لغاية 10،
وبعد كده تطلع النفس ده بالراحة خالص وتعد لغاية 3 عشان يطلع النفس. لو قررنا العملية دي أخد النفس كتمه وخروجه ببطء، دي كررناها 10 15 مرة ده ورا بعض، ده هياخد مني أكتر من 5 دقايق، ولكن دي نوع من أنواع الاسترخاء بشكل مريح جدا جدا، وهيقدر يخلي الواحد نفسيته بشكل أفضل. ممكن تكرار ال5 دقايق دول مرتين أو 3 في اليوم هيدي نتيجة إيجابية بشكل قوي جدا. البكاء من حقنا إن إحنا نبكي، نبكي نعيط نغضب، لأن ده تعبير عن جسمك وتعبير عن حاجتك، ومش عيب أبدا إنك تبكي، لكن العيب هو إنك تستسلم لده. إحنا ممكن نسيب نفسنا نبكي، لكن مش هفضل أبكي طول اليوم وطول النهار عشان أعمل ده. ما تزعلش إن إنت لو بكيت وقت من الأوقات، لأن ده رد فعل طبيعي، لكن ما يفضلش حياتك كلها للبكاء والاستسلام. حاجة مهمة جدا وكتير مننا بيلاحظها، إن إحنا ما نتجاهلش أعراض الضغط العصبي الشبيهة بأعراض كورونا. يعني زي ما قلنا قبل كده في فيديو قبل كده، إن الفيروس لما إن الواحد لما بيتعرض لتوتر وقلق ممكن تبدأ يتفرز عندي هرمون بيسموه الأدرينالين. الأدرينالين ده هرمون عشان يخلي الواحد مستعد لمواجهة الخطورة، بيؤدي إلى صعوبة في التنفس، ضربات قلب زيادة، جفاف في الحال، رعشة داخلية. لازم نفهم ونقدر إن الأعراض ديت ما هيش أعراض خطيرة ولا حاجة، وإن هي ديت أعراض طبيعية جدا للتوتر، لأن جسمي متوتر وقلقان. نفرق بينها إزاي وما بين الأعراض التانية؟ إن دي أعراض فترة بتبقى فترتها قصيرة، مش مستمرة طول اليوم، مش مستمرة بشكل كبير جدا. لما بكون مشغول، لما بكون بتكلم مع حد، لما بعمل تمارين الاسترخاء، معظم هذه الأعراض بتختفي، ولما بكون بتعامل بشكل تاني ومشغول بتلاقي الأعراض دي قلت. يبقى معنى كده إن دي أعراض توتر لازم نحترمها ولازم نحس بيها، لكن ما تأثرش علينا وتخلينا ننهار. لازم نمارس الضحك. فرصتنا ان احنا واحنا قاعدين في البيت دلوقتي انك تلعب مع اخواتك، تلعب مع والدك مع والدتك، ويا ريت نتفرج مع بعض اي العاب من الالعاب الكوتشينه دومنه اي حاجه زي كده. والحاجات اللي فيها ممارسات اجتماعيه ديت بيمارسها دايما الضحك والهزار، والضحك والهزار بيرفع المناعه بتاعه الشخص ويقلل من التوتر والقلق. مفيش مانع ان احنا نتفرج على الكوميديا، نتفرج على فيلم يكون كوميدي بيضحك. الضحك ذات نفسه هيرفع من مناعتك ويقلل من التوتر ويخلي مزاجك احسن. مهم جدا في الفترة دي الامتناع عن التدخين والمشروبات الكحولية والمخدرات، لأن كل ديت من العوامل اللي بتقلل مناعة الجسم في مواجهة الخطر، وإحنا محتاجين جدا المناعة، وبالتالي لازم نحافظ على نفسنا بالبعد عن كافة أنواع المخدرات والمنبهات. والجانب ده في الآخر أهم جانب، أو الجانب النهائي اللي أنا بنهي بيه، هو الجانب الديني والروحاني. مش معنى ان انا حطيته الاخير عشان ان هو حاجه مش مهمه، لا، انا حبيت اختم بيه لانه دايما هو بيفضل في الذاكره للشخص ان هو يفتكر اخر حاجه. كون انك تحس ان ربنا موجود، كون انك تحس ان ربنا هيقدر يحميك، هو اللي حامي لينا، هو ده اللي هيقدر يسندنا. كتير من الدول حتى الكفار، كتير من الدول حتى اللي هم الغير مؤمنين دلوقتي لما تعرضوا للضغوط بدأوا يتكلموا عن اللجوء لربنا واللجوء للاله الاعلى، وهو ده اللي احنا بنتكلم فيه. سواء المسلمين من حقهم ان هم يا ريت يبداوا يزودوا في قراءه القران، في الصلوات، في الذكر، كذلك الاخوه الاعزاء من اهل الكتاب سواء المسيحيين اليهود، اي حد يحاول يقرب الى ربنا، لان القرب الى ربنا ده بيدي نوع من انواع الاستقرار والاحساس. كون ان انا حاسس ان ربنا ورايا، ربنا هيحميني، ده بيديني نوع من الاحساس بانه يقلل من التوتر والقلق، ويضمن لي ان انا ان شاء الله هنقدر نعدي الامور بشكل كبير جدا وبشكل افضل. في الاخر بدأ الله ان يحفظكم جميعا، ويحفظكم انتم ومن تحبون وكل اهلكم، ويبعد عنكم الشر، وان شاء الله نعدي الازمة ديت على خير من غير اي اضرار، من غير اي مشاكل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.